انا بالصوت. اوه ليه كده بقى؟ مين ده؟ ماشي يا كوكو. دبل كيل. ماشي يا كوكو. ماشي يا كوكو. سوري 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 ده كوكو. ماشي يا كوكو. ماشي صبرك صبرك عليا. صبرك عليا. صبرك عليا يا كوكو. صبرك عليا يا كوكو. تعالى يا فهد اركب معايا. فين كوكو؟ انا عايز اضرب كوكو. كوكو ماشي مع عربيه. فين الواد ده؟ بس تعالى يا فهد روح ناخد كوكو. تعالى تعالى اركب. يعني استنى. تعالى يا ابني يا كوكو. ما تقتلش ما تقتلش ما تقتلش كوكو. تاتا امين. كوكو لو العربية اتحجزت عند البوليس طريقة اكلم حد يجيبها لي ولا لازم اروح نفسي؟ ايه ده زوكا؟ ايه ده؟ مين ده اللي جاي ده؟ يا دي الليلة. شفت انت ما شفتش انت اللي حصل؟ انا شفت. بص يا فادي الحتة دي يا فادي. حتة ايه يا محمد؟ هتعرف انت اما ايوه ايوه. لا خدت بالي خدت يا جدعان عشان التصوير يا جدعان. فادي خد كده. فادي خد كده انت اهو. انا قدامك اهو. بص بص بس ما تقتلش. بص ماشي ماشي مش شايفه. ايه ده انت اللي بتطير؟ انا معرفش. رايك بقى في الجزمه الشعر. بص ايه ده. طب انا نفسي اعرف هو شعره طول ليه يعني؟ عشان بقى لي كذا يوم بلعب اللعبه. يعني انا كده يعني انا كده المفروض اروح للحلاق تاني؟ شعره زرع. عايز تروح له؟ روح له. لا لا هو خلي شعره كده حلو بس حس ان حد مولع له في راسه. بص ايه ده يا ابني؟ ايه ايه انا هاجي اشوفه دلوقتي. موتك. يا عم انا بضربك بايد جاي تضربني بصراحه. ماشي ما انا مسالم. ايه ده؟ ايه العربيه اللي جت شاطر؟ في حد يا حبيبي يا كوكو. طيب عبد الرحمن انا ما قصدكش. انا ما قصدكش انا ضربت على كوكو يا عم عادي. انا كده كده كنت اولع في كوكو وارمي عليه واحده ستيكي بوم. واضح ان كلنا متفقين ان عايزين نموت كوكو. تعال انا اجي اموت. انا تعال. طب ما تيجي نعمل تحالف. تحالف قوى الشعب العامل. احنا مش فاهم انت ايه. اكبر تحالف بمواجهة مصر العربية. حد فيكم جرب انت ايه؟ يا جدعان سمعتوا النشيد الجديد اللي هو بتاع اللي بيقولوه في المدارس هنا عندنا؟ لا بيقولوا ايه عندكم؟ بيقول لك ايه بقى؟ قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه؟ لا يا راجل. قالوا ايه بقى؟ ايه الناس المهزقة دي؟ ما اعرفش ما وريت. قالوا ايه؟ يا باي يا باي كوكو ده؟ بقول لكم ايه يا جماعة؟ جماعة استنوا استنوا. بصوا يا جدعان ركزوا معايا بس. انا عايز العب بقى هيستات عشان اجيب فلوس. انت اغنى مني يا فادي. لا بس انا عايز اجيب فلوس كتير. مين اللي هيجي معانا؟ مين اللي بيضرب عليا؟ انا يا جماعه عندك لاجئ يا فادي. اخوانا احنا دلوقتي خمسه. مين اللي مش هيجي معانا؟ مين اللي بص يا باشا. لا لا خلي فادي معانا عشان بيسجل فيديو وانا لسه موجود. انا عندي اقتراح. انا عندي اقتراح. انا عندي اقتراح. احنا لسه موته. احنا ممكن نظبطها ان حتى فلوس لما موتك. بصوا طب روح هات لي بقى عربيتي من البيت. بصوا يا جماعه احنا ممكن نظبطها ازاي؟ انا مثلا العب مع ثلاثة وبعد كده حد من الثلاثة يخش مكانه حد تاني والعب هيست تاني كده يعني نقعد نبدل. ماشي انا موافق بس يبقى هنلعب الهايست بتاع بريك. يلا جاي بقى جاي بقى. لا انا عايز اي واحد رابع. انا عايز انا عايز بس الاول. انا بس الاول عايز بتاعت البنك. تعال يخرب بيتك يا جدعان. انا عايز بتاعت البنك الاول. ماشي انا عايز مش خلاص هاتوا حاجه. طب اقول لك حاجه كوكو بلاش البنك عشان قعدنا نخسر فيها كتير. هات حاجه مضمونه. تعال نلعب البريزون بريك. تعال نلعب البريزون بريك. عندنا بقى لا يا عم بريزون بريك. هاتوا الارمر الاول بعد كده نلعب طب مش طب ودونا جيب ارمر. ودوه يا ابني. تعال ايه العلامه دي؟ انزل 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 انت مع كوكو.
شيل لي على جي تي اكس، شيل الوالد، انزل اركب معايا يا فهد، اخد حقي بس. اللي بيضرب ده انا اللي بضرب يا عم، ما تستمس. بقول لك وانت اما بتموتني هو انا جبت دبل كيل برضه كوكو، هو انت اما بتموتني ايه ده، انا بقيت بضرب من العربيه عادي، يبقى انا عشان ليفل اعلى. يا جوكر خليك ماشي قدام، خليك ماشي قدام. العربيه لسه بينزل عنده دي، لسه بتمشي. ايوه ايوه الله ينور عليك. تمام، ممكن اسالكوا سؤال؟ اه الوقت انا بنقص من الفلوس لما بتقتل، مين اللي موتني تاني؟ جيت اقف جنبك خلاص بقى كوكو بقى يا فايدة، انت عشان تبقى وبعد كده تقول لي عايز اقتلك. الله، طب سيبنا موتك بره من نفسي. لا طب يلا يا جماعه انا جاي لكم في عربيه حلوه يا اسطى. اللي ماسك في فور انت خلاص يا جماعه، عشان عشان يا جدعان عشان نلحق. ايه ده، ده في انفجارات حلوه يا جماعه، هي تطلع على القناه. استنى تعال بس اركب، تعال اركب يا ابني. فين انت يا ابني؟ يا جديكس تعال من ماشي. استنى خلاص بقى كوكو بقى، فين الباب؟ يلا يا كوكو انت بارد يا كوكو يا ابني. والله ما كنت قصدي مره مرات المره دي، شفت عربيه البوليس كانت واقفه قدامك دي؟ فادي فادي بقول لك ايه يا جدعان، بص انا هروح البيت وهعمل هايست وهعمل لكم انفايت، واللي هيجي ما جالكش من اللعبه كده زي مثلا فلوس مثلا اركب اركب اركب. لا ما انا مش عارف، انا الظاهر ما جبتش ال 50 هيد شوت لسه. اه انا ما جبتهمش لسه، اصل انا وعبد الرحمن مش عارف مين كده اللعبه ادتنا فلوس، يمكن عشان بتلعبوا كتير. وانا لا انا كنت لسه داخل نص مليون. ادتكم كام ولا ادتنا 500؟ كوكو انزل، العربيه دي بايظه. اه ما انا انزل بس. لا يا عم انت، طب انت بتموت نفسك معايا، انت بتنتحر. لا 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 انا هقول لك موتنا نفسنا ليه، عشان احنا عليها. لا يا جدعان عليه بنسى نجيب اسلحه، فهمت يعني؟ مش فاهم البوليت، مش كان في بوليس بيتر وراك؟ هتروح خش تجيب الاسلحه زي بوليس بيتر وراك. طيب دلوقتي انا هروح البيت هعمل هايست. تعالى يا ركب يا فندم، وابعت لكم فايت واللي يلحق يجي. حلو على الستيم. لا ايه ده، اللي نزل ده عمل ايه؟ اللي نزل ده نزل ليه؟ بوزي بوزي طلع يجري وعمل لف. ليه؟ تعالى يا فادي يا جماعه. استنى يا جماعه، عايز العب هيست. استنى بس ما من جون عليكم. تعالى يا فادي، تعالى يا فادي، تعالى يا جماعه، تعالى يا جدعان. يا جدعان بقى، يا جدعان كفايه بقى، تعالى يا كوكو. كفايه يا جدعان قتل بقى، كفايه وراكوا بوليس. انجز يا كوكو، كفايه قتل بقى يا جدعان. عايز يا جدعان، عايز العب هيست، عايز العب هيست يا جدعان، الله يكرمكم. يا عم ماشي، انا قلت لك تعالى، قلت لك تعالى. طب تعالى تعالى اجيب لك ام الهدوم. طب تعالى تعالى، طب تعالى كوكو تعالى. تعالى يا فادي، انا اهو انا اهو اللي كانت بتضرب عليا. تعالى اركب يا فادي نوديك. ما تركبش مع فادي، ما تركبوا يا ابني، ما تركبش معاهم عشان دول البوليس بيجروا وراك. بوليس جيش يا عم. ام البوليس اديني ههرب من ام البوليس واجيلكوا تاني. تعالى تعالى يا فادي حبيبي، امشي يا امشي يا فادي تعالى. انت بتموتش ليه يا بابا؟ ممكن فادي ايه ده، ثانية واحدة، انت هتتنسى. معرفش انا شفتك كنت واقف عادي. اطلقنا الكاسيت اهو انا عمال اكسر في الازاز متعصب. انت عارف في مرة قاعد اسمه ايه، واد صاحبي قال لي استنى اقف بالعربيه كده، لقيته بيحط على، كان عنده لاب، فشفته في مره لقيته ايه، وكان بيحط سي 4 على العربيه، رحت قاتله باللاج اللي عنده. كوكو يلا كوكو بقى نعمل ليست. انت راكب عربيه بوليس اصلا، والبوليس بيجري وراك عادي. تجيب ايه ده، ايه ده في عربيه، ايه ده في عربيه حلوه قوي بتاعت جيش هركبها. ايه طلعت مقفوله، طلعت مقفوله، طلعت مقفوله. ام الاف بي اس يلا يا جدعان اروح فين؟ البوليس ما شاء الله محاصر فادي يا ابني. تعالى اش تي اكس يا ابني، نزلك يا ابني. لا يا فادي تعالى عندي يا فادي، تعالى يا فادي اقرب من البوليس. تعالى سيبك من ام البوليس دلوقتي، تعالى. طب ماشي انت فين؟
ارجع ارجع خلاص يلا تعال لف الناحيه الثانيه وانا سواك راكب لي ورا شكلك عايز تتضرب بس حلو العربيه دي بكام يلا العربيه دي 871,000 كان عليها عرض هي اصلا بمليون بمليون على عرض اه لا بس حلوه سريعه وطالعه سريعه وتقيله ورشه كده اوف يا فادي يا ابني البوينت اللي انت حاططها دي عرفتني يلا كوكو انزل انزل طيب سيب البوليس موتك سيب البوليس موتك يلا يا جدعان تعالى يا ابني ما تخش ايه ده الراجل الراجل بتاع الاسلحه ضربني بالنار انجز يا جدعان عادي يا شلايل يا شلول يا كوكو انا هقفل لكم هقفل عليكم هقفل عليهم الباب يلا كوكو كده بوك اسالك سؤال انت شلل يا فادي ما انا عارف بس الراجل الراجل بتاع الاسلحه ضربني بالنار ليه انت عليك بوليس ودخل تشتري اسلحه اكيد هضربك بالنار اوف كده يا كوكو ثانيه اوف كده بس ايه ده البوليس ماشي جنبي بس ما بيضربش عليا مش انا انا ما عملتش حاجه ايه ده البوليس جنبي انا ما تعالى علامه كده يا جدعان انا ماشي جنب ويا. البوليس ولا كاني في حاجه طب ازاي يعني الاستاذ لوستر مش جايين لنا جايين لكم انتوا بيقول موت موت مين ده ده كوكو جايين لكوكو ان استاذ لوستر الضابط كان بيتكلم عربي بيقول موت موت ايه ده تعالى يا فادي هتركب بس تعالى الهايست ولا لا اه يا جدعان وحياتكم بقى يلا بودي 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 اطلع بودي ثواني اطلع ثواني يلا اركب اصل دي عامل المحل يشتري اسلحه تعالى يا فادي انا ودي لا خليك يا فادي لا طب استنى استنى لا انا هاجي معاهم تعالى لا انا هاجي معاهم تعالى اخلص لا يا شلل لا تعالى يا عم ما كله نفس الاسلحه دي اللي الطين اللي احنا فيها قفل ما قفل ام عشان انت هتموتني لا وانا هموتك ولا نيل انا قلت لما تخش الشعار بتاع الاسلحه اللي انت دخلت اعمل بس في مود يا فادي ما انا مش عارف اعمله ازاي بص بس في مود الموضوع عشان ما حدش يموته يعني زقة يا ابني والنبي يا بودي عايز ايه شايفت كنت محشور في البتاع كنت محشور مين حشرك وانا بجري بالعربيه بتاع ال جماعه ينفع ينفع قدام الشجره ينفع انا اسوق لا. يا عم هو وقتك دلوقتي السوق خلي بس لو مش رايح نشتري اسلحه عشان ايه بقول لك ايه يا ابني عايز اشتري اللبس بتاع الارمر مالو عند محل اللبس اللي انت معدي جنبه مالو عبد الرحمن فين تعال عمل لبس عبد الرحمن بيجري بينش جنبه جوكر ايه خليه سوق تعال اشتري هدوم اهو محل اهو انزل اشتري اللي انت عايزه هيشتري بوكسر والله قول له يشتري الهدوم بتاعت الهايس بالظبط اي لا لا اي واحد كل لا واحد لا كل المحلات كلها واحد كلها واحد كل واحد تعالى فادي عايز اشتري شورت عايز اشتري شورت شورت ايه يا ابن الناس الطيب تعالى اشمعنى انت يا جدعان هنروح نعمل هايستات يا جدعان طب انا اسبقكم وابعت لكم انفايت على الهايس مين البت دي مين البت دي فادي هات كده من هات من الاخر اجيب ايه هات البتاع من الاخر القايمه دي من ماشي رقم 17 فادي اقعد اقلب لفوق هتلاقي عندك حاجه اسمها هايست هيفي كومبات في رقم 17 هايست هيفي كومبات فعلا ايوه دوس عليها واشتري ذا كوماند اخر واحده اخر واحده لا يا جدعان 32,000 مره واحده كده انت معاك نص مليون فادي ما تخليش تتعصب ايه ده انت لابس نظاره لابس نظاره وحاجه شيكه قوي اخلص فادي جبته خلاص طب اعمل له سيف اعمل له سيف رجع راعي تاني رجع راعي تاني يا راع انت رجعت اقرع تاني اقول لك ليه الظهر بيحلقوا له بالمره وهو في المحل الظهر بيحلقوا له بالمره كادو كده مع الهدوم يلا يا فادي يا شلل يلا بص انا بقيت ولا راجل مخابرات اهو يلا يا جدعان هبعت لكم فايت دلوقتي للهايست راجل مخابرات زي العسل فادي ال يلا كوكو بدلة الغصت شاريها بكام؟ الغصت بمياية مياية اجيبها ازاي؟ جماعة يلا ركبوني مع اخر حاجة تحت كده فادي فادي ايوه 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 يلا يا جدعان طب اروح فين انا؟ اسوق انا؟ هبعت لكم فايت اسوق انت لا لا ده عربية باتنين ده عربية باتنين يا فادي العربية بتاعتي اللي كانت هنا راحت فين؟ معايا انا فين انت البوليس ماله ومالي يلا كوكو
اخدك اختصبك يا جوكر. تعال خد عربيتي تعال. استنى ابعت لكم فايز. ابعت لكم اسوان ده كوكو. يلا بعت بلش في الكلام ده كوكو. هنقدر نخش الهايس واحنا خمسه على فكره. ممكن نخش احنا خمسه يا راجل. بس يا حبيبي مش مكتوب لا مكتوب فور بلاير. فور بلاير اه يبقى لا فور الفور فعلا. انت دخلت ال انا انت رحتوا فين؟ كوكو دخل. كوكو دخل فين؟ دخل فين؟ انا ضمنت حقي قلت اخش الصراحه. يلا يا فادي جي تي اكس دخل. انا مش عارف اخش فين انا. طب ما انا بعت لك يا عم يا جدعان. خرج مين بقى؟ طلع الجوب ليست. طلع يا جدعان. ايوه هو كوكو دخل فين؟ مش فاهم. نزل من العربيه وانا كنت راكب في العربيه مش عارف راح فين. يا ابني ما هجول. ما انا بعت انفايت للهايست عمال اكلمك وانت شوز تيجي. اه على التليفون. اه الجوكر اهو. ادوس. اه دوس. طب مكتوب إيه بقى؟ مكتوب كلو ادوس. الحق دوس. الحق دوس. ها مكتوب كلوز ذا هايست نو مونجر افيلابل. يعني انتوا كده رحتوا الهايست من غيري؟ لا بودي لا بودي بيعمل اكسبت. بودي بيعمل اكسبت. طب انا كده المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ طب مين هيطلع؟ ها انا اللي عملت الهايست فانا مش هطلع. انا اللي عملت الهوست نفسه برضه مش هيبعت. بس عندك بودي وجي تي اكس واحد منهم. يلا يا جدعان. فين بودي اصلا؟ ما بودي تحت مش عارف. مش فتح مايك ولا فتح اي حاجه. ما شاء الله احنا الاربعه في اي جي ان ما شاء الله. يا ابو انا مرايا نخش ونسيب فادي. الله يا عم انا اللي بصور يا عم. اصبر مش وقت بشوفك. الله الديسكورد افك. ماشي طيب ماشي. عندك يا كوكو. يا كوكو تليفون 107 مش همك اصلا الهايز زي ده. اه يا عم انت ماشي. انا اللي اعمل ام الهايز ولا حاجه يا عم؟ عشان ده مش هناخد دقيقتين هنخلصه بسرعه ونجي لك في هايز بعدين ساعه. خلاص يا عم. يا عم تليفون 107 ايه علاقة ده بالموضوع يا مش عم. محتاج الهايست ولا انت محتاج فلوس ولا انت محتاج اكس بي. محتاج الهايست. انت حالتك زي الفل. الانواب انواب اقسم بالله. خلاص يا جي تي اكس انت الطفل الصغير اللي فينا. خليها يجي فادي يجي مكان. طب اقول لي ايه طيب؟ ها؟ طب تعالى انت هتخرج يا جي تي اكس. تعالى انت فادي. يلا اهو يلا يا فادي. مش انا اللي اعمل الهايست يعني انت بذمه اهلك بالليفل بتاعك ده هتخش تحارب الحكومه ما اكيد هتموت. هو محمد ليفله كام؟ يا عم كله 42 38 انت اكتر مني يا محمد. بعت لك انفايت يا فادي. ايه ده محمد ماشي اهو ادوس على الانفايت. ماشي محمد ماشي قدامي بعربيه. اخيرا فادي دخل. يا حول الله يا رب.